الله عز وجل أرحم الراحمين وهو رب العالمين. الإنسان غلبته شهوته، انتهى؟ لا. للشقاء الأبدي؟ لا. أمامه مليار فرصة ليصحح. من هنا كان اسم العفو. الشهوة غلبت، تتوب. لذلك أجمل كلمة قرأتها: ما أمرك الله أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك الله أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك، وما أمرك أن تسأله إلا ليعطيك. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. أنت حينما تتوب إلى الله يفرح الله بك، بنص الحديث. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام له وصف دقيق جداً. الوصف الدقيق أن أعرابي امتطى ناقته ليقطع الصحراء بها، عليها طعامه وشرابه، نفذ طعامه وشرابه، بل جلس ليستريح، فأخذته سنة من النوم فأفاق فلم يجد الناقة، أيقن بالموت المحقق، فبكى حتى كاد يموت من البكاء، ثم استيقظ فقال، فرأى الناقة فاختل توازنه، فقال من شدة فرحه: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. دققوا الآن. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته. لا تعلم كم يفرح الله إذا عدت إليه واصطلحت معه وتبت إليه واستغفرته. وما دام القلب ينبض، وما دام القلب ينبض فباب التوبة مفتوح على مصراعيه. لو جئتني بملء الأرض والسماء خطايا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. باللغة الدارجة الصلحة بلمحة: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.